بالمناسبة احنا خلاص في مصر اعتدنا استضافة البطولات الكبيرة، كلمة بطولة العالم في مصر دي بقت بتسمعها دلوقتي في كل الألعاب تقريبا، كل الألعاب مصر تستضيف بطولة العالم للعبة الفلانية، مصر تستضيف بطولة العالم للعبة الفلانية، دي حاجة فخر وحاجة شرف وحاجة عظيمة جدا، وورا كل ده بيبقى فيه مجهود عظيم جدا من الجميع عشان نقدر ننظم هذه البطولات بنجاح، وكل الاتحادات في كل الألعاب على المستوى الاتحادات الدولية يعني في كل الألعاب يثقوا في مصر دائما لاستضافة هذه البطولات الكبيرة. تعالوا نروح نشوف المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للخماسي الحديث اللي بتستضيفها مصر في الوقت الحالي، وبعدها نروح لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكبار الكابتن الكبير كابتن وائل قباني والكابتن الكبير كابتن أحمد عادل. خليكم معنا. في 40 دولة موجودة هنا، منافسة قوية جدا. دايما السنة اللي بعد الدورة الأولمبية على طول بتبقى أهدى سنة ويمكن أضعف سنة فنيا، عشان بس الناس برضو تبقى لعيبه كتير بتريح الكلام ده كله، انما المره دي ابطال العالم ابطال الاولمبياد اصحاب الميداليات كلهم موجودين الحمد لله بيشاركوا معانا هنا في البطوله، وعندنا خمس بنات من بيتهم وصلوا للسيمي فاينل، وان شاء الله يعني حد منهم كان يوصل باذن الله للنهائيات لافضل 18. للاسف بطلنا احمد اسامه الجندي عنده اصابه في الكتف، عنده خلع في الكتف الحقيقه، ولابد من عمل عمليه، وبنرتب مع السيد وزير الشباب والرياضه تتعمل فين افضل مكان، غالبا هيكون في المانيا، انه يبدا فعلا يبدا فورا الحقيقه العمليه ثم العلاج الطبيعي الفتره المطلوبه. يعني انا بقول الحمد لله ان جت الاصابه في هذا التوقيت، لان السنه دي مش التاهيل للاولمبياد، تاهيل الاولمبياد الخماسي الحديث يبدا من السنه القادمه، فان شاء الله يلحق يعني يرجع اقوى مكان كمان، وبقيت بقى منتخبنا ان شاء الله يحمل بقى الرايه ويشرفنا ان شاء الله ويوصل منصات التتويج. انا اقدر اكد لك ان اي مصري هيوصل للنهائيات هيبقى بينافس على الميداليات. خلاص اي مصري هيوصل للتاهيل النهائي للدوره الاولمبيه باريس 24 ان شاء الله هيكون من المنافسين الاقوياء. احنا عندنا منافسه داخليه قويه جدا في المنتخب، يعني عندنا احمد الجندي واحمد اشرف واسلام حامد مهند طارق، عندنا الصاعد معتز وائل تحت 18 سنه دلوقتي يمكن الثاني على الرانك المصري خلاص، ونتمنى له التوفيق في اللي جاي. فلا اللعبه عندنا بتتغير شويه بعد التغييرات اللي عملوها، والشباب هيبقى لهم دور قوي جدا في الفتره اللي جايه. احنا طبعا كنا حاطين املنا ان بناتنا النهارده الاربعه الاساسيين يتاهلوا للفاينل، هم فعلا تاهلوا، هايدي عادل، سلمى ايمن، اميره انديل، ملك خالد، وكانت مفاجاه كمان تاهيل زينه عامر من الناشئين لاول مره تتاهل لسيمي فاينل كاس عالم للكبار. فلا الدنيا مبشره جدا، وزي ما قلت انا النهارده في المؤتمر الصحفي ما عندناش حاجه اسمها جيل ذهبي للخماسي، كل جيل ابهرنا وعمل افضل من الجيل اللي قبليه وهو ده الصح، فانا اتوقع ان الجيل القادم ان شاء الله يبقى افضل كمان من الجيل بتاع طوكيو 2020. البطوله مهمه جدا لانه تم استضافتها في مصر، يعني في السنين الاخيره مثل ما تفضلوا الزملاء ومثل ما تفضل سعاده الوزير استضافت مصر مجموعه من البطولات، هذه مساله مهمه جدا يعني، ونحن فخورين طبعا انه عم نلعب دور متواضع في استضافه هذه البطوله في الخماسي الحديث في الجامعه الامريكيه في القاهره، اسهاما منا في رعايه الرياضه في مصر. اجى فريق يعني الاتحاد المصري للخماسي الحديث طلب منا انه نستضيف لجنه دوليه للخماسي الحديث لمعاينه الملاعب. يعني كنا طبعا ما تفاجأنا في يعني طبعا كنا سعداء في لإعطائنا هذه الفرصة، ولما عاينوا الملاعب قرروا أن هناك ملعبين فقط في محيط القاهرة جاهزين لاستضافة البطولة بمستلزمات المعايير الحديثة. لما طلبوا منا طبعا نحن كنا فخورين ومباشرة يعني كنا سعداء وفخورين، وواجب لنا طبعا أن نقوم بدورنا في الترويج يعني واظهار الامكانيات والقدرات الموجوده في مصر في هذا البلد العظيم، والحضاره كمان يعني من مسائل هذول الرياضه والحضاره مرتبطين ببعض.